في ذات الملف ايضا ينضم الينا الان عبر الهاتف سيد صالح الزبيك المحلل السياسي الليبي. سيد صالح ارحب بك. اهلا مرحبا. نعم، اسالك هنا عن التصعيد في سبها، لماذا في هذا الوقت ولماذا حدث سيد صالح؟ طبعا هي جريمة بشعة اعلن عنها تنظيم داعش الارهابي، اعلن عن قيامه بهذه الجريمة الارهابية. طبعا هو للأمانة يعني تنظيم داعش ينشط في أقصى الجنوب الليبي في المنطقة المفتوحة حول دول منطقة الساحل الأفريقي، ويتمركز في جبال منطقة جبال الهروج، وقد تكون عنده غرفة عمليات أو قيادة في تلك المنطقة. أيضا يتحالف مع مجموعات من التي تسمى المعارضة التشادية، ومجموعات أخرى من المرتزقة، وممكن مجموعات أخرى من دارفور، والعصابات اللي تعمل في تهريب البشر وتهريب السلاح، هذه كلها تعمل الآن في تلك المنطقة برعاية داعش. نعم. ويبدو أن فيه بصمات لأطراف خارجية أجنبية وأوروبية تحديدا تحت رعايتها وتحت نظرها، ولكن متاح لهذه التنظيمات العمل لتعميق وتكريس الفوضى والتوحش في ليبيا. طبعا الجنوب الليبي بشكل عام يعاني حالة فراغ، وهذه ليست أول مرة الحقيقة يقوم تنظيم الإرهاب تنظيم داعش بهذا العمل، يعني في منطقة الفقهة، في منطقة غدوة، في أكثر من موقع، في قاعدة براك، في أكثر من مكان تنظيم داعش كانت عنده بصمات وقام بتنفيذ عمليات إرهابية، والآن استغل وجود حالة الفراغ من جديد. وأنا أتصور أن ستدخل مجموعات من اللي تسمى المعارضة الشدية ومعها عصابات أخرى. نعم. وستدخل مجموعات من داعش، وستندفع أيضا مجموعات من التنظيمات الإرهابية الموجودة في منطقة الساحل الأفريقي زي بوكو حرام وانصار الله وغيرها من الجماعات الموجوده في مالي وموجوده في موريتانيا وموجوده في شمال النيجر. هذه المجموعات ستندفع نحو الجنوب الليبي، لان الان فيه منطقه فراغ حقيقيه، يعني ويبدو ان المجتمع الدولي مبسوط الحقيقه ومرتاحين هم لهذه الحاله اللي وجدت فيها ليبيا من 2011، والان يعني ستبدا المواجهات الحقيقيه. يعني انا ادعو كل المواطنين وكل سكان الجنوب. نعم. انهم يعتمدوا على انفسهم، وانهم ينظموا صفوفهم، ويعملوا امن شعبي في مناطقهم، ويعملوا جيش محلي، ويسلحوا القبائل، لابد يبحثوا عن السلاح، ويكونوا في حاله يقظه، ويامنوا مناطقهم، ويامنوا مصادر المياه، ويامنوا محطات الكهرباء، ويامنوا الطرق، لان الارهاب هذا الان بدا يظهر ظهرته، هذا مؤشر خطير. نعم. وخاصه بعد تصريح زعيم التنظيم داعش الارهابي البغدادي، وهذا ايضا التوقيت اللي خرج فيه هذا المدعو البغدادي في الآونة الأخيرة. نعم. يرتبط بهذه الأحداث اللي تشهدها ليبيا، وانت عارف حضرتك. ما يحدث الآن في شمال ليبيا يعني من احتراب حول طرابلس والمعارك. نعم. الدائرة في الشمال الليبي. ولكن يعني هل نستطيع القول أن من هذا التصعيد كان هناك رسالة من تنظيم داعش الإرهابي أنه متواجد بقوة حتى هذه اللحظة في ليبيا؟ طبعا هو أعلن عن نفسه منذ فترة، وفي الفترة الماضية كانت فيه العملية في منطقة الفقهة، يعني دخلوا وذبحوا الناس الأبرياء الآمنين، فما بالك اليوم هم يدخلوا على يعني معسكر أو جهة تابعة للجيش يعني، ويقوموا بذبح الحرس اللي كانوا ماسكين على المكان. هو بالفعل هو بيقول راهو يعني إعلان عن استمراريته في الوجود، ويعني اعلان ان هذه حتكون نقطه بدايه، وانتظروا ما هو قادم. يعني هذه هي الرساله، يعني هذا الحقيقه يعطي لابد من القوى الوطنيه الليبيه بالكامل انها تصحى، النخبه الليبيه، لابد ان دول جوار ليبيا، دول الساحل والصحراء. الحقيقه هذا مؤشر خطير جدا جدا، يمس الامن القومي العربي، ويمس الامن الوطني لدول جوار ليبيا، والامن القومي في منطقه الساحل والصحراء. الان كلها المنطقه مهدده، الان المغرب العربي قد يشتعل بالكامل، خاصه في ظرف تشهد فيه الجزائر احداث وحراك شعبي ما لناش عارفين وين بيودي، ايضا السودان في حاله انفلات في الحدود السودانيه الليبيه، وكثير من الارهابيين والزنادقه موجودين الان في السودان قد يدخلوا الى ليبيا، وخاصه السودان الان ايضا فيها حراك شعبي. نعم. ما لناش عارفين ايضا حتى هو وين بيودي. فالان المؤشرات تقول ان ليبيا حتكون منطقه في هذه المرحله المقبله حتكون يعني تشتد فيها. نعم. تكثر فيها العمليات، وحتكون فيها مواجهات حقيقيه. الان الخوف على السكان الامنين اللي ما عندهمش من يحميهم،
الان في مناطق في الجنوب الليبي ما فيش حد يحميها، لا فيه جيش لا فيه شرطه لا فيه حد، فلذلك الناس يجب ان تعتمد على نفسها، كل قبيله كل منطقه، الاعيان الحكماء القيادات الشعبيه الاجتماعيه في هذه المناطق لابد ان تمسك زمام المبادره، العسكريين السابقين كل واحد عسكري في السابق لابد ان يرجع ويتحملوا مسؤولياتهم الان في حمايه اهلهم. نعم سيد صالح، ايضا في ذات الملف اين يقف المجتمع الدولي مما يحدث في ليبيا في هذه اللحظه، حتى وان ليبيا يعني تمنع التدخلات الخارجيه في شؤونها الداخليه حتى لا تتفاقم الازمه الليبيه، ولكن بالطبع للاطراف الدوليه كالولايات المتحده الامريكيه روسيا والاطراف الاخرى لها مواقف مما يحدث في ليبيا او لها راي مما يحدث في ليبيا، كيف ترى المجتمع الدولي الان في اطار الازمه الليبيه؟ والله هو المؤشر ظهر في 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 مجلس الامن، يعني هذه نقطه. الشيء الاخر القوه الكبرى اللي هي الولايات المتحده الامريكيه وروسيا اعتقد ان عندها اولوياتها وعندها اولويات في اهتماماتها وفي ملفات ذات الاولويه المهمه اللي تاثر على امنها القومي بالدرجه الاولى، ولكن بالتاكيد يعني موضوع ليبيا لو استمر الوضع بهذا الشكل موضوع ليبيا حيزيد الاهتمام الدولي، الاطراف الدوليه حيزيد الاهتمام، هم في الاول يعني من 2011 الى هذه اللحظه يعني تركت ليبيا بهذا الشكل. نعم. وتم التعامل من خلال بعثه، كل مره يكلفوا بعثه من الامم المتحده وكل مره يخلقوا في اشياء زي المسكنات للليبيين، ولكن الان لا مفر للاطراف الدوليه والدول الكبرى والدول الاوروبيه الاساسيه، لابد ان هي تنتبه، يعني هو في خطر حقيقي قادم على اوروبا اذا اشتعلت ليبيا بالكامل، اذا تطورت الامور الخطر الحقيقي حيكون على اوروبا بالدرجه الاولى وعلى البحر المتوسط، كل شيء حيخرب، كل شيء حيشتعل. نعم. فلذلك نحن نتمنى ان القوى الكبرى بالذات روسيا، ونحن نعرف ان روسيا بالذات يعني روسيا ما هيش دوله استعماريه، ما هيش دوله ما هيش دولة امبريالية، ما هيش دولة تفكر في الاحتلال ولا قهر الشعوب، الحقيقة يعني في اطمئنان كبير عند الشعوب العربية تاريخيا للاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الحالية، ولكن الوجود الولايات المتحدة الامريكية في السياسة الدولية وتأثيرها هذا امر واقع لابد من التعامل معه، نتمنى الحقيقة ان يكون فيه وعي اكبر بما قد ينتج عن الحالة الليبية الان. نعم، هذا فيما يتعلق بالتحركات الميدانية والعسكرية على الأرض، ولكن قبل أن يعني أنتقل إلى نقطة أخرى، هل المناشدات بفك حظر التسليح على ليبيا حتى هذه اللحظة متواجد؟ هو هذا القرار طبعا صادر من 2011. نعم. بحظر التسليح بالنسبة لليبيا، ولكن من ناحية الواقعية ليبيا منقسمة سياسيا ومؤسسيا والان في حاله حرب، يعني في حاله حرب الان، يعني نتيجه الخلاف السياسي الان في حاله حرب. الشيء الاخر السلاح لم يتوقف عن الدخول الى ليبيا بشكل او باخر. نعم. هناك عصابات تعمل من الجنوب، عصابات متمركزه في جزر في البحر المتوسط، مافيات تعمل على ادخال السلاح، وهناك دول يعني تو مثلا تركيا تقوم بادخال الاسلحه من حين لاخر الى ليبيا، كذلك ايران، يعني في اختراقات كثيره امام نظر المجتمع الدولي. اين تقف ايران على خط الازمه الليبيه سيد صالح؟ والله ايران عندها مشاكل وخلافات سياسيه مع دول في منطقتها، الان قد تجد فرصه مناسبه ان هي تصفي حساباتها على ارض اخرى وهي الاراضي الليبيه، وايضا ايران تسعى يعني لمد نفوذها باعتبار انها هي يعني تدعم حزب الله في لبنان وعندها وجود في دعم في اليمن، وتتمنى ايران ان هي تدعم المجموعات معينه، ممكن مجموعات اثنيه او مجموعات اخرى في المغرب العربي بدايه من ليبيا، ولكن يعني وفي اطار المبادئ الشيعه الثوره الايرانيه 79 وهو مبدا تصدير الثوره للخارج وكذا وكذا وكذا، وهو تصدير مبادئ الثوره الايرانيه للخارج، ولكن هي حاله فوضى، هي بتمد نفوذها تبي تدعم بشكل هو نوع من العبث الحقيقه، ولن يكون يعني مفيد، هو التدخل هذا كل هذه الدول تتدخل بشكل ضار وهو ضد مصلحه الشعب الليبي سواء ايران او تركيا، وخاصه نحن كامه عربيه مستهدفين من هذه الدول، اسرائيل وتركيا وايران، هذه الدول المحيطه بالوطن العربي هي اكبر خطر حقيقي على الامن القومي العربي. نعم،
وضحت الصورة. كنت معي عبر الهاتف سيد صالح الزبيك المحلل السياسي الليبي، شكرا جزيلا لك.